من أفضل كتب التفسير المختصرة. تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي يسمى تفسير السعدي. تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي. تفسير الإمام السعدي. موجود هذا التفسير باللغة العربية باللغة الإنجليزية موجود. حتى مسموع موجود مسموع صوتي. ممكن تنزله في الجهاز وتستمع دائما أو تقرأ عندما تأتي أي آية تقرأ التفسير.